ليست مجرد صخور وأخاديد حفرتها عوامل التعرية عبر الزمن، ولكن على هذه الأرض وقبل مئات السنين ولد موطن للجمال. في ولاية أرزنجان شرق تركيا يقع وادي كارلك كانيون التي تعني الوادي المظلم، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المؤقت، والذي يعتبر مقصداً للزوار والسائحين. نستضيف سنوياً ما يقرب من 70,000 سائح محلي وأجنبي خلال الموسم السياحي. يأتي الرياضيون الأجانب عادة من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتأدية مجموعة من القفزات المظلية من على كرسي معلق بحبل فولاذي ارتفاعه 550 متراً ممتد على منحدرات الوادي. في حمى الوادي فتنة للناظرين لطبيعته الخلابة ونظامه البيئي المغلق وبيئته الجغرافية الفريدة التي توفر موطناً طبيعياً للحيوانات البرية الخاضعة لحماية وزارة الزراعة والغابات التركية. بين جولات القوارب والتجديف والتزلج على الماء وتسلق الحبال يقضي السائحون وقتاً ممتعاً ومغامرات لا تنسى، ما يجعله محط جذب للرياضيين المحليين والأجانب على حد سواء. أوصونا بزيارة هذا المكان وجئنا بالفعل إلى هنا. الوادي يتمتع بإطلالة رائعة حقا، خاصة عند غروب الشمس أو شروقها. أحببنا المكان جدا ونوصي الجميع بالحضور لرؤية روعة الطبيعة هنا. تهدي الشمس أشعتها الأولى لسكان الوادي وتودعهم نظراتها الحانية عند الغروب على أمل لقاء يتجدد كل يوم. عزيزة محمد نور، تلاتة عربي.